مثل ما ذكرت تكون معرض جماعي لأساتذة كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية بجامعة روح القدس الكاثوليك، رح يكون من 5 إلى 19 أدار 2015 بقاعة العرض المؤقت بالمتحف الأثري بحرم الجامعة الرئيسي. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بسيدي أوديل خوري، منسقة نشاطات بكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية بجامعة روح القدس الكاثوليك. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. وأستاذ شار شميلي المسؤول عن مختبرات التصوير بجامعة روح القدس الكاثوليك، كمان أهلا وسهلا فيك. أول شيء طبعا بهمنا نعرف ونحكي عن المعرض ونعرف عنه، أول سنة كيف كانت الفكرة وكيف ابتدت؟ هو من زمان كتير كان ينعمل معرض كانوا يسمونه نوار. نعم. ووقفت العادة ما رجعنا كفيناها، والسنة نحن منعيد 40 سنة تبع كلية الفنون الجميلة، 40 سنة لتأسيسها. نعم، السنين لقدام نجح كتير. بقى فكرنا إن بدنا نفتتح هالسنة بمعرض للأساتذة. نعم. يرجعوا هن كار انسينيان يكونوا مشاركين، و بحطوا كل واحد اكسبرسيون ليبر، هي يعني تعبير حر. هل اخترتوا الاساتذه لانه الاحتفال ب 40 سنه ما اخترتوا الطلاب مثلا؟ الطلاب رح يجي يدورون. نعم. بوقت لاحق، بركي باخر السنه وقتها بيكونوا انشغلوا، صاروا مشغولين اقل بدراساتهم وبالبروجيات اللي عم بيشتغلوها، وهيك بكون عندهم وقت اكثر لهن ينبسطوا كيف عم بيحضروه وينظموا للمعرض وهيك. قد ايه لكم عم تحضروا لهالمعرض السنه؟ شي لنجمع الأوفر ونحكي الأساتذة اللي عم بيعلموا بالكلية كلهم. نعم. لأنه نحن عنا 3 فروع للكلية الفنون الجميلة، في عنا زحلة وعنا شكة، لنقدر نحكي مع الكل. شي 5 أشهر لجمعناهم. نعم. أستاذ شارل، وقت نحكي عن صورة أو نحكي عن لوحة، بقول الواحد ليصنع اللوحة ويرسمها في صعوبة، ولكن ليصور الصورة بفكر انه فيها سهوله، ولكن هناك فن لازم الواحد يكون عنده الموهبه، لازم يكون عنده التكنيك ليوصل لصوره كامله متكامله تقدر تستعمل، اذا ما نحكي بروفيشنال، يعني تكون بروفيشنال الصوره. خبرنا شوي عن هالفن يلي هو العالم تستسهله وهو مش سهل ابدا. يعني هو الفن في عندك الفكره، بده يلاقي الفكره مثله مثل حي الله فنان، بعدين بده يلاقي التقنيه اللي بده يصور فيها، وثالث شيء عنده الكومبوزيشن اللي بده يحطها. نعم. بقى وهيدي الشغله بتتطلب منه قدرات فنيه وقدرات عاليه شوي، واذا ما بيشتغل بالتقنيه المضبوطه ممكن تطلع الصوره معه فاشله. بقى لهالسبب كلهم هم مجموعين مع بعضه مشان يقدر يعمل الصوره ويكونها ويقرر قد كبر الصوره اللي بده يعملها، بده اياها كبيره بده اياها صغيره، كله بيجي حسب التايم اللي عم يشتغل فيه. نعم. اللي بحب الفن التشكيلي او الرسم، هل ضروري انه يكون موهوب كفوتوغرافي؟ هلا كموهبه مفروض تكون موجوده. نعم. بعدين بيرجع بيتعلم على التقنيه وبيتعلم على هذا، مش يقدر يحقق ذاته ويحقق شيء اللي بده يعمله. قديش صارت وقتها صارت كل الديفايسز موجوده بين ايدينا، بين تليفونات، بين ايباد، بين كله، في كاميرات، وكاميرات كمان هاي ريزوليوشن مع يعني بيكون فيها صوره بتطلع حلوه، قديش صارت سهلت على العالم انه تقدر تتعامل مع الصوره بشكل افضل؟ يعني هي سهلت وعرقلت شوي اذا بدك. نعم. هي بالتسهيل انه بيقدر الواحد يستعملها على طول وين ما موجود، اي ساعه تلكان، شغله كثير حلوه. بس اذا بده يرجع على الفن المضبوط بده يكون عنده الفن هو الموجود فيه اللي بذاته الفن، او بليس بده يستعمل اباريات وكاميرات شوي بروفيشنال. صحيح. مشان ليعطي هالنتيجه المطلوبه، ان كان من ناحيه الكونتراست، من ناحيه البيكي تبع الصوره، من ناحيه اذا بدك شو بسموها القدرات التقنيه طبعا. نعم. اذا ما كان عنده هالقدرات بالكاميرات الصغيره ما في يوصل على النتيجه المطلوبه. نعم. ما في يشتغل بصوره كبيره او مدام اوديل، يعني اخترتوا اساتذه، اخترتوا الاساتذه اللي بيرسموا؟ نحن ما اخترنا اساتذه. نعم. نحن عرضنا المشروع على كل الاساتذه الكليه. نعم. وهن مين حابب يشارك اكيد اوقات شاركوا، بس اللي بيرسموه ولا كمان في اساتذه ثانيين عندهم؟ في الرسامين. نعم. في رسامين من بانتور ومن الستراسيون. نعم. في نحاتين، عندنا نحاتين كثير معروفين عم بيعرضوا. نعم. في اكيد الصور يلي هن فوتو، وفي فيديو او انيميشن. احنا بنذكر انه بقلب المعرض في رسوم وفي منحوتات وفي تصوير فوتوغرافي، في بعد شيء بيتضمن في انستالاسيون يلي هي فيديو.
نعم فلا. في اساسهم فيديو، يعني هل هي افلام قصيره يعني عم تحكي؟ هي افلام تعبيريه اكيد. نعم. قصيره كثير، يمكن ترجع بتعيد حاله او عم نشوف بعض الصور اللي هن من اللوحات اللي رح تكون معروضه او كانت معروضه قبل. لا هولي كله هلا يلي بده ينعرض. بده ينعرضوا. بنذكر انه هو ابتداء من 5 الشهر وامتدادا ل 19 الشهر. هو رح يكون ب مفتوح للعلن، مفتوح لعامة الشعب. أكيد. هل اللوحات رح تنباع ولا بس للفرجة؟ نحن بالمبدأ للفرجة. نعم. بس أكيد في فنانين بيعيشوا من شغلة بحبوا هن يبيعوا. نعم. ساعتها صار هن كيف وفيهم يبيعوا بيعملوا كونتاكت مع الناس. يعني مش انه هو مش معروض مش معمول. نعم. للبيع. هي احتفاء بمرور 40 سنة او بمرور 40 سنة على تأسيس جامعة روح القدس الكاثوليك، كلية فنون جميلة بجامعة روح القدس الكاثوليك طبعا. إذا بدنا نرجع للفن الفوتوغرافي اللي بده يدرسها، شو بدها معه سنين؟ يعني هن إذا ما نحكي على سيستم الأرصدة يلي. نعم. هلا لأن سيستم للأرصدة أنا بدها 99 كريدت، يعني اللي هي الكينية تقريبا عن 3 سنين. نعم. بنقي البروجرام تبعه وبكفي فيه لمدة 3 سنين إذا بياخذوا فول. طب هل الخبرة بتغني عن هال 99 كريدتس؟ يعني هي الخبرة مهمة كتير. نعم. بس في عنده علم يمكن بالخبرة ما في يقدر يوصل عليه لوحده، يعني بده يتعلم، بده ياخذ الاشياء اللي يعني بيعطوه استوار دولار، بيعطوه استوار دولار فوتو، بيعطوه يعني بتتعمقوا فيها بتفاصيلها وبتاريخها للاخر. صحيح. عالميا ومحليا. صحيح. بس انه الواحد بيطلع من استوديو مثلا بيتخرج كمصور فوتوغرافي. نعم. وبيكون ناجح كمان. ايه اكيد. نعم. اكيد بيطلع ناجح، بس هذا بيكون عنده اشياء زياده بياخذها من الجامعه لانه. نعم. بيتعمق بالفن اكثر. نعم. اكثر ما يتعمق بس بالتقنيه. نعم. ولهالسبب بيكون في عنده اساتذه بيتابعوه، في عنده هذا، يعني ممكن ياخذ النتيجه المطلوبه اسرع شوي من الخبره لوحدها. نعم. مدام اوديل، قديش هون اهميه هالمعرض ووجوده وتنوعه بين الرسومات الفوتوغرافيه وبين المنحوتات وبين ايضا اللوحات التشكيليه اللي موجوده على انواعها؟ اول شيء مهمه بقلب الكليه بنفسها، الاساتذه بيحسوا حالهم اشتغلوا سوا على مشروع. في كتير اساتذه نحن كتار. نعم. في كتير ما بيعرفوا يمكن بعضهم وما كتير بيتلاقوا مع بعضهم، هيدي فرصه انه يتلاقوا كلهم سوا، يرجعوا يجددوا، يرجعوا. صحيح. يلي بلشوا بالاول مع الكليه ويلي عنده ذكريات هنيك شوي يتشاركوا هالاشياء سوا والاخبار. نعم. بذات المنطق يكونوا كمان قراب من الطلاب يلي بيشوفوا اساتذتهم شو بيعلمون، بس ما بيشوفوا هن شو بينتجوا. صحيح. دونك اوقات في منهم بيعرضوا، اكيد في عنا اساتذه بيعرضوا بيعملوا معارض هن لالهم ومعروفين وهيك، في اساتذه اكثر بمناطق ما بيكونوا باشياء بدومين ما بيكونوا بيعرضوا هن. نعم. بقى فوالا. حضرتكم هالمره وبشكل استثنائي مؤقت مثل ما بنعرف بالمتحف الاثري بحرم الجامعه، المساحه كبيره للمعروضات؟ المساحه كبيره، نحن منا 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 شاغلين كل المساحه لانه في مساحه بس للمتحف الاثري وهيدي ما فينا نقرب صوبها للمتحف. نعم. بس في شقفه من الـ من الـ من المطرح فاصلينها من شان المعارض التمبورير انه مؤقتين. نعم. سو فوالا بنعمل فيها معارض هو راح يكون مفتوح ابواب المعرض بالمتحف الاثري داخل حرم الجامعه، جامعه روح القدس الكاثوليك، من 5 ل 19. من اي ساعه لاي ساعه؟ 5 الشهر هو الافتتاحيه. نعم. يعني بنبلش الساعه 6 ل 9 عشيه وكل الايام الباقيه من 9 ل 9. من 9 ل 9 انتم باستقبال العالم يتفرجوا على هاللوحات وفنون الاساتذه اللي موجودين بكليه روح القدس الكاثوليك، كليه الفنون التجميليه. اذا كمان بنرجع للفن الفوتوغرافي، هل تصوير الفيديو يختلف عن تصوير الكاميرا الستيل؟ هو الباز تبعها هي الكاميرا ستيل، بس الفيديو في له الموفمون تبعه، في له غير فكره، بقى هي بتختلف عنها شوي اكيد. ممكن الواحد يكون شاطر بهي ومش شاطر بهي والعكس صحيح. صحيح. يعني قديش واحد وقت يقول بده يدرس 3 سنين فن فوتوغرافي وبده يدرس كمان 3 سنين فن تشكيلي،
يعني بتصور الصعوبة بتكمن أكتر بالفن التشكيلي للواحد يقدر يحصل على التكنيك كله، لأنه عم بيعمل هالشي بإيده. أنا هون بحب نوي أكيد، بس ما عنا نحن فن تشكيلي، اختصاص الفن التشكيلي ما عنا إياه، بس بفوت الرسم والنحت وكل هالاشياء اللي بتصير بنطاق يا اما الديزاين جرافيك ديزاين يا اما بنطاق الاركيتكتور دانتيريور او الاركيتكت، يعني كل الاساتذه اللي عارضين بيعلموا بهالثلاث فروع. قول يعني مع رائد هالجامعه جامعه روح قدس كاثوليك بنعرف قديش صار عندها كليات كبيره، كمان كليه الطب من فتره فتحت وهي كليه ناجحه جدا، وكل كلياتكم او طلابكم بيتخرجوا وبيطلعوا على المجتمع ببيضوا الوجه الشباب اللبناني الطموح. انا بدي اتمنى لكم التوفيق لهالمعرض. تفضل. اكيد ان كان بالفيديو بالسينما تي في او بالفوتوغرافي، في عندنا البي اي بخدها 3 سنين، عندنا الام اي، في عندنا كمان البي اتش دي، يعني بيقدر يتوصل يعمل اناليز ويعمل اختصاص اكبر، يعني منا محصوره بس بثلاث سنين او ب 99 كريدت يلي عنده. نعم. بيقدر يتطور بفوت فيها اكاديميا. اساتذتكم هن طلاب جامعه روح القدس الكاثوليك؟ منهم كثير. نعم. وفي لا بتعرف لازم يصير في كمان اختلاط. صحيح. ليفوت الاستفاده من خبرات بعض. اكيد يعني اكيد هيدي كثير مهمه. هيدي شغله مهمه. وبنجيب ناس من برا كمان اساتذه بيعملوا محاضرات وبفوتوا مع الطلاب. نعم. بهيك مواضيع. إذا مش عم نذكر المرة الأخيرة بجامعة روح القدس الكاثوليك بحرم الجامعة وبالمتحف الأثري في معرض جماعي لأساتذة كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية بهالجامعة من 5 ل 19 أدار، أول يوم 5 الساعة 6 للساعة 9 وبقية الأيام من 9 الصبح ل 9 المساء، وهو طبعا مفتوح بوابه للجميع ليروحوا يتفرجوا على هاللوحات والمنحوتات والصور والفيديوز الفنية. شكرا لحضوركم معنا. برجع بذكر مدام اوديل خوري منسقة نشاطات بكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية بجامعة روح القدس الكاثوليك، والاستاذ شارل شمالي المسؤول عن مختبرات التصوير بجامعة روح القدس الكاثوليك. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة نحن وياكم جيل توب مع جون، خليكم معنا.